مفيش أغلى من الأم، وجودها في حياتنا مهم جدا. لكن أحيانا الأخت الكبيرة بتضطر إنها تقوم بالدور ده، خاصة لما العيلة تفقد الأم. والأخت الكبيرة هي أكتر واحدة بتتأثر، خصوصا لو سنها قريب من سن والدتها. بنتنا النهاردة عاشت التجربة دي، لعبت دور الأم لإخواتها كلهم. تعالوا نستقبلها لكن بعد الفاصل. البنت الكبيرة بتبقى دايماً حبيبة أمها، وخاصة لما يبقى فرق السن صغير، ما بتبقاش أم وبنت بس، بيبقوا اتنين أصدقاء. النهاردة معانا ضيفة جميلة كانت البنت الكبيرة، وبعد كده اضطرت نتيجة لظروف فقدان الأم إنها تلعب دور الأم كمان، رغم إنها بتعترف إنها عمرها ما كانت تعرف حاجة عن البيت، وإنها كانت زي راجل البيت يخرج يشتغل ويجيب الفلوس، أما شؤون البيت فهي ما بتعرفش عنها حاجة. معنا الفنانة الجميلة إلهام شاهين. اهلا بيك يا منمونة. اهلا بيك. ومعنا مفاجاه كبيره، لانه عندنا اخت الهام شاهين طبعا الجميله ايناس. ميرسي. وبنت ايناس الهام الصغيره. اهلا بيكم. اهلا يا ايناس. اهلا دي لولو الجميله. الهام، انا عايز ارجع كده للطفوله، عايز اعرف الهام الشخصيه القويه العصبيه المسيطره اللي احنا كلنا عارفينها، ازاي كانوا بيقولوا عليها في المدرسه انها بنت خجوله جدا جدا، والمدرسات بيشتكوا من خجلك؟ ما انا عوضت ده بقى لما كبرت. بصي، انا التركيبه بتاعت فعلا شخصيتي كطفله لا يمكن تنبئ ابدا عن واحده ممكن تشتغل في مهنه الفن. مهنه الفن اساسي فيها جدا الجراه وقوه الشخصيه، واحده تبقى بتعرف تتخذ قرار، واحده بتعرف تفرد وجودها. يعني الفنانه دي في مواصفات خاصه عشان تقدر تبقى. انا بشوف شغلتنا دي الواحده لازم تبقى فايتر، يعني طول الوقت وانتي فايتر. وانتي فايتر. فانا كنت اولا كان عندي مشكله في الصوت، ان صوتي واطي على طول، اي حد يكلمني دايما يقول لي علي صوتك لان صوتي واطي قوي. ده من كتر الخسوف، كسوف يعني الصوت بيتبلع. وبعدين اللي ما يعرفش اسمي يقول لك البنت اللي وشها بيحمر، يعني للدرجه دي العلامه ان اي حد بيتكلم معايا وشي احمر. فطبعا دي شخصيه حتى بالنسبه لماما وبابا كان استحاله يفكروا ان دي ممكن تبقى فنانه، ان ازاي تبقى شخصيه بالخجل الفظيع ده، تواجه الناس ازاي، تقف على مسرح ويبقى فيه مثلا جمهور ازاي. او طب صحيح المدرسات اشتكوا لمامتك من خجلك؟ مش بس كده، كنت شخصيه انطوائيه، يعني قلقوا عليا انه مش بس خجوله، مثلا في البريك ما العبش مع الاطفال اللي في سني، قاعده لوحدي. بعدين ما كنتش احب الاكل، ما اكلش، يعني اخد الاكل واسيبه كل يوم، كان عندي برج كده زي ما هو قفل عليه بالقفل لغايه لما الاكل يعفن ويشيلوه بعد كده، ما هو يوم ورا يوم ورا يوم. فلا بتاكل ولا بتلعب وقليله الكلام جدا، ففعلا اشتكوا. وماما راحت المدرسه وبقت تقعد معايا مثلا في البيت، تقول لهم تعالوا العبوا معاها، طب العبي مع اصحابك، يعني تحاول تدخلني في وسط مجتمع الاطفال اصحابي. فطفله مش عاديه، يعني مش طبيعيه. يعني عمرك ما اشتركتي مثلا في انشطه في المدرسه؟ لا، ما احنا كنا بنعمل ده مثلا في حصص الموسيقى، وفي حصص كانوا بيدرسوا لنا باليه وبيدرسوا لنا حاجه الموسيقى. اجباريه يعني بحب ده. فده بيدرس. بيدرس. وكنت بحبه جدا، يعني احب الموسيقى قوي واحب الباليه، وكنت التزم في المحاضرات دي، وكنت اطلع اغني في اخر كان عندنا حفلتين في اخر السنه، وحفله يوم عيد الام بتبقى فيها اغاني عن الام كلها، فكنت اطلع اغني معاهم، ممكن اغني سولو، يعني اقف على مسرح واغني. بس الحاجه اللي انا حافظاها وحاجه محدده قوي، تغني سولو بصوتك الواطي ده ازاي بيطلع؟ لا، يعني ما في مايكات، ما دي مش مشكله. طب الخجل طيب في كل ده كان بيروح بقى وانس حضرتك على الستيج؟ مش عارفه، في الجزئيه دي كنت بعملها كويس، يعني كنت شاطره فيها.
مش ببقى مكسوفه. الاساس برضو هو مجتمع المدرسه، ما فيش حد غريب وبعض الامهات يعني اولياء الامور وكده ففي حدود ده ممكن، لكن عموما مش الشخصيه. يعني في طفل كده تلاقيه بيلعب وشقي ولذيذ ومتحدث ولبق، انا ما كانش عندي المواصفات دي خالص. فلذلك كان دايما لما جيت ادخل التمثيل كان ماما وبابا الاثنين يقول لك احنا لا يمكن كنا نتوقع، استحاله يعني، ما كانتش يبان عليها خالص يعني. طب ناس الهام كاخت بقى كان بتعمل فيكم ايه؟ طب كانت هاديه كده، كانت هاديه معاكم يعني؟ لا مش انا بتكلم يعني عن الطفوله، لان انا الطفوله بس يعني برضه انا بيني وبين ناس يعني اخر فتره 8 سنين ف يعني لما هي كانت طفله كنت انا بقيت شابه بقى دموازيل بقى خلاص كبيرة كانت يعني، كانت برضو لسه هادية وكده ولا انتوا بقى؟ لا ما كانتش هادية بقى، حضرت التغيير ده يعني. كان أول حاجة جربت فيها كسرت لي دراعي، كان أول شقاوة، كان أول شقاوة مرة واحدة شقاوة مفيش وسط. ازاي يا ناس كسرت؟ طلعت الموضة القصيرة قوي، فساتين قصيرة، فلابسة فستان قصير وأنا بونبون وماشية كده وبتمشى وبونبون، ولزقت لها رجلها طبعا، كانت أول خبطة والترابيزة وكسر إيد، بس قعدت بقى تعيط جنبي، صعبت عليها بعد كده. انا سريعه التشاؤم عليا يعني لما اتنرفز ازق اعمل اكثر في جوايا عصبيه. طب ولولو الصغيره؟ لا لولو قمر، لا لولو قمر. لولو كانت عايزه تقول حاجه، كانت ماسكه نفسها عايزه تتكلم وما عرفتش تتكلم. يا ماما قولي لهم، قولي لهم انها كسرت ايدك. بتحب تحكي لك ممكن اكسر ايدك انت، لكن مش ممكن اكسر ايد لولو والله. مش ناوي. ورميت الجزم على امير. لولو جاي لولو اعتقد كل حاجه. لولو جاي تفتن النهارده، حد وصاكي قبل الفجأة ضحيه على قد ما تقدر شويه شويه يا مامي. طب وايه حكايه الجزم اللي اترمت دي؟ يعني لا يخسى عليكم كده كده. هو عموما امير جاي وهنساله. امير شقي جدا، هيحكي جدا يعني، وهو طفل كان مجنني مش ممكن. كان بيعمل فيك ايه؟ لا اليوم بتاع الجزم ده، لان هو اشتكى للدنيا كلها، هو فتح دولابي وانا منظمه قوي وحاجتي لازم تتحط في مكانها، وما احبش حد يستعمل حاجتي او يمد ايده على حاجه. فهو لعب في الدولاب بتاعي وطلع حاجه لحد من يعني حد قريبنا اصحابنا في البيت، حاجه بتاعتي يعني يوزع. فجالي جنان، انا دخلت الاوضه قفلت عليا بالمفتاح انا وهو، وفتحت جزامه وطلعت كل الجزم، بقيت احدث. هو يا حرام ما هوش فاهم، هو مش فاهم بتعمل كده ليه. مش متوقع ان الجزم دي كلها تبقى مقفول بالمفتاح. انا طفل يعني، معلش انا قالها كده، قالها انا طفل حرام عليك. يعني البراءه. وكرر الموقف دلوقتي تاني مع ابني بقى الصغير. بجد؟ تعاملوا بنفس طريقه امير كده. لا برضه انا طفل. يقول لا برضه انا طفل. العادل لحاجات مختلفة. عادل عادل البسه حاجة في وشه كده. طب انت لا لا افتني وقولي. افتني على كل حاجة خلاص مسموح لك. كان في كده كيك بالشوكولا، فعادل جه وكان ماسك شوكولاتة فلزق لها رجلها، قامت واخدة كيك ومسحهوله في هدومه. فمامي دخلت تحميه، خرج تاني وامسحه فيها تاني، قامت ملبساها في وشه. عند بقى الكيك كلها في وشه يعني. واحدة ونص بالليل الكلام ده، وحمي يا ايناس ورجعي يا ايناس ويخرج لها. استحامة ثلاث مرات. انا خارج لها وهي تجري ورا. بجد واحدة ونص بتمارس كل الطفولة. كل شقاوة زمان طلعت دلوقتي. انتوا كنتوا حاسين انها الاخت الكبيرة فعلا يعني، انها ولا اصغركم؟ لا دلوقتي ولا زمان؟ زمان حددي. زمان زمان. طبعا. كان بتعمل فيكم ايه بقى؟ بصي ماما دايما احنا عندنا كانت تقول لكم لازم تسمعوا كلامها، الاخت الكبيره يعني. والاخ الاكبر يعني، ده في بيتنا. دلوقتي ما بقاش فيه، الجنريشن الجديد ما فيش. لا ده حاجه مفيش اختك صحيح. الكبيره واخوك الصغير. احنا عندنا لا، فيه لازم احترام. ولا لا الاخت الكبيره كنت بتخافوا طبعا. منها؟ لا ما خافش منها. لا مفيش خوف، بس في حته كده مفيش خوف. لا مفيش خوف. لا قولي قولي يا ناس، احنا يعني دي سريعه الانفعال ويعني لا لا خوف. لا يا ناس والله شفتي عيلتنا لا ما فيهاش. طب انا عايزه اعرف بس، انا اللي سمعته ان انتوا كنتوا عيله شقيه جدا جدا، وان ايمن مره كان يعني عمل معاكي شقاوه كنت هتروحي فيها. ده برنامج النهارده. قولي لنا قولي لنا قولي يا لولو. قولي يا لولو. انت كنت ما اعرفش، بس انت كنت تجري ورا ايمن في البيت، فهو كان خايف منك قوي،
فانتوا بلكونتكم كان في كده شجره طويله فطلع وقعد فوقها فوق الشجره لغايه ما انت ما نمتي وبعدين قام نازل من فوق. بس ده يوم فوق عشان خايف منه فوق الشجره منه. احنا في دور ارضي انت عارفه انت جيتي انا عارفه احنا في دور ارضي وقدامي البلكونه بالظبط شجره في شجره جوافه كده كبيره فكان فعلا لما يعمل فيا حاجه ويبقى خايف انا عايزه يعني عايزه انتقم يعني اللي اتعمل فيا لايمن كان اكتر واحد نتخانق ايمن اصغر مني بسنتين فقريبين من بعض ففي يوم فعلا قضاك كله فوق الشجره لان انا هديته تهديد شديد انه يعني متوعده له اني هنتقم انتقام رهيب فقضى يوم فوق الشجره بس هو عمل حاجات اكتر من كده ايمن يعني عايز اعرف حكايه الهنود الحمر ايوه لولو عارفه الهنود الحمر انت عارفه طب احنا هتعرفيها بقى لا الاطفال يعملوها ببعض لا بس هي حصل لا ما هي خطر جدا لان خطر جدا لا لا الاطفال اللي بيتفرجوا حاجه ان احنا بنحذر الاطفال اللي بيتفرجوا علينا ان هم يعملوا نفس الحاجه لان ده حاجه سيئه جدا جدا وانا كان ممكن اموت يعني ممكن اخ يموت اخته او العكس هو حاطيني في وسط ترابيزه السفره ما هو ده من ضمن العباطه ان طفله بروته ما بتتحركش حاطيني في وسط ترابيزه السفره وقال لي هلعبك هنود حمر ده احنا صغيرين قوي ده يعني في اولى ابتدائي ولا حاجه هنود حمر قلع هدومه شورت كده وحط ريش في شعره وراح جايب الجرايد كلها وحطهم شال الكراسي من حوالين الترابيزه وانا في النص وحط الجرايد حواليا وراح مولع فيهم النار ومشي بقى حوالين الترابيزه لو هي قاعده ومفيش لحظه بس عيطتي صرختي لا 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 بلعب هنود حمر فانا في النص وحواليا النار محوطاني في نص ترابيزه السفره وهو عمال يلف ينط بالريش ويقول لي الهنود الحمر طبعا دي ماما اللي كانت هتروح فيها يعني ماما خارجه جايه من ناحيه المطبخ كانت السفره قريبه من المطبخ فشافتني انا في نص الترابيزه والنار محوطاني من كل ناحيه فتخيلي الموقف انا عشان كده بقول انا ما بحبش احكيها لان دي مش لعبه خالص فيش لعبه اسمها الهنود الحمر وطبعا لا ده كان ممكن يحرق البيت كله ممكن يحرق البيت كله وممكن يموتني يعني ممكن اخي يموت اخته في لعبه زي دي فانا بحذر الاطفال اوعوا تلعبوا هنود حمر لولو ما لعبتيش اللعبه دي هو ما كانش حاسس الضرر هو فعلا ما كانش فيه هو طبعا في السن ده مش ممكن بس انا عايزه اقول حاجه انت بتقولي انا كنت يعني ما بتحركش وما بعملش اي مشكله فجاه خليتي الولد يتحبس يوم بحاله فوق الشجره كنت بتهدديه بايه يعني لا يعني هرد له مثلا ضربني وجري عارفه الحاجات دي اللي انا بحكيها واحنا صغننين قوي على مراحل حكايه الشجره دي كنت كان عندكم قد ايه لا برضه صغننين خالص لا انا بتكلم كل ده مرحله بس كنت قويه انا وايمن كنت قويه يعني مش ممكن اتخانق ممكن اتخانق مع اخويا يعني انا في الحياه مش ممكن اجر شكل حد او اعمل اي مشكله في المدرسه وفعلا طفله ملتزمه قوي وهاديه قوي وما بحبش اعمل غلط عشان ما حدش يعنفني يعني بخاف قوي ان حد يلومني او يعني يوجه لي اي لوم فبحترم نفسي عشان كده وببقى ملتزمه قوي في كل حاجه وخاف قوي اعمل غلط يعني لما يكون في حاجه غلط من قبل ما يعرفوها انا افضل اعيط قبلها قبل ما تتعرف ان الخوف من رد الفعل ازاي يعني وانت صغيره ايه اللي يعني افرجي مثلا انا في حاجه عارفه مثلا كنت اجي اكذب مثلا في حاجه انا عملتها مش عايزه اقولها وانا عارفه ان انا هتسال من قبل ما حد لسه يكلمني في الموضوع تلاقي وشي ده ضرب احمر ودموع بدات تنزل وانا لسه ما كذبتش فما اعرفش اكذب يعني لما ابقى لسه هجاوب في حاجه هو انت لغايه دلوقتي لسه ما بتعرفش بنت خالك ما بعرفش تحكي لي قريب ده حاجه قريب جدا بتحكيها لي طبعا ما كنتش عارف كده بتقولي كنا نبقى عاملين مثلا حاجه او مثلا يعني تمشينا شويه زياده في الشارع وخايفين بقى مامتي وخالتي قاعدين مع بعض خايفين يطلعوا يقول اول ما تدخل من الباب تقول لهم ما تسالونيش عملنا ايه يعني ما بتعرفش تكذب فقبل وهم ما سالوش ومش هيسالوا فهي تحمر وتقول ما تسالونيش احنا عملنا على ايه طول على طول اروح عيله قالت لي دي ما يتقالهاش حاجه لا خوافه وما بعرفش اخبي يعني الطريقه كده اللي هو ايه اول ما اشوف ماما احنا عملنا كذا كذا على طول هي لسه ما سالتنيش سواء ده صح او غلط بس فعلا ما بعرفش اخبي يعني في حته براءه زياده وبعدين انا استمرت معايا لغايه لما كبرت انا ما بعرفش اكذب ولا اخبي هو معروف عندك يعني ومعروف عن انها ما بتعرفش لا تكذب وصريحه جدا وقطر ده يودي في ده يودي في ده ده يودي
عندي بداية أقول لهم بصوا ما تخلونيش يعني أو لازم تحذروني، يعني مثلا حد في مثلا موقف حصل معايا أنا وواحدة صاحبتي هي مش حابة الموقف ده يوصل، أقولها حذريني لأن أنا أول ما تسئل هقول يعني حذريني قولي لي الموضوع ده أنت مش عايزة حد مثلا يعرفه، لكن لو ما قالتليش أنا هقول. هتقولي لا هتقول انا قالوا لي ما تقوليش بس مضطر اقول. لا دلوقتي ايناس انت خدتي ايه من الهام؟ ايه الشبه اللي انتوا قريبين قوي من بعض؟ فينا شبه؟ لا الواحد يعني طبعا يعني قريبين من بعض، قريبين قوي من بعض يعني كان زمان لازم يعرفوا ان احنا اخوات يبداوا ياخدوا بالهم من ضحكه فيكوا حاجه فيكوا روح، بس احنا فينا شبه بس الشبه لا الشبه لا. طب الشخصيه؟ انا عارفه شخصيتكم مختلفه شويه عن بعض يعني بس فينا حاجات بتاعت العيله يعني الحاجات بتاعت ماما المشتركه ما بينكم. الطيبه دي الحاجه اللي فعلتنا ان انا اقول لك ده قاسم. العصبيه العصبيه دي في العيله كلها مش بتاعت ماما دي بتاعتنا احنا بس لا واحده عصبيه كلها مختلفه بطريقه كنتوا بتعملوا بعض ايه بقى لو كل واحد عصبي كده مع التاني؟ ولا حاجه نتخانق وممكن نتخانق بس نتخانق بادب في قواعد وفي التزام وفي حدود ما بنتخانقش كده نزعق ونجعجع شويه وممكن بعد ربع ساعه بالكثير هي في اوضتها كده وانا اوضتي كده ونتقابل في النص تقول لي مثلا تسالني على حاجه نتكلم وخلاص الموضوع انتهى. طب الخناقات دي كانت بتدور حوالين ايه بقى؟ لا حاجات كتير برضه. احكي زمان ولا دلوقتي؟ حد زمان ودلوقتي. طول عمرها نفس الحاجات هي تخاف عليا زياده عن اللزوم فدايما خناقاتها كلها تقريبا على اتاخرتي ليه؟ عملتي ايه؟ كنت فين؟ بتعملي ايه؟ ما ردتيش على تليفونك؟ الولاد يعني كل خناقاتها بسبب حاجه واحده انها بتخاف عليها زياده عن اللزوم بس ما فيش عندناش اسباب تانية للخناق. طب وانت بتتخانقي معاها ليه؟ بتخانق معاها عشان هي ما بتخليش بالها من نفسها. بتجد نفسها زياده عن اللزوم، بتتعب زياده عن اللزوم، تسمعش الكلام، ما بتهتمش بصحتها. مع إلهام إيناس ولولو هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول. سبب دخولي معهد السينما مش عشان أنا نشأت في وسط فني، أكيد ده ليه تأثير عليا في حياتي، بس أنا كنت حابب الموضوع جدا من صغري لما كنت بروح مع جدي حسن السيفي المخرج، كنت بشوف اللوكيشنز من وأنا صغير وكده، كنت حابب جدا الموضوع، كان نفسي أطلع كده الشغلانة دي أنا عايز أشتغلها. في الأول لما جيت قلت لها الموضوع أول مرة قالت لي أنت حابب الموضوع بجد ولا أنت داخله عشان أنت من عيلة فنية؟ فقلت لها لا أنا داخله عشان أنا حابب ده بجد، فسابتني قالت لي خد القرار مع نفسك. لما أخدت القرار مع نفسي ابتدت هي تشجعني، يعني ابتدت تديني كتب أقراها، ابتدت تعلمني حاجات قعدت معها أول مرة، قالت تعلمني مثلا الأحجام، حاجات صغيرة اللي ممكن يبقى أي ممثل عارفها. بعد كده دخلت بقى معهد السينما، ابتديت اخد رايها في كل حاجه، يعني في مشاريعي مثلا لما اجي اعمل لسه سيناريو جديد او حاجه المشروع راح اوريه لها الاول اقول لها ايه رايك في حاجه فبتقول لي كومنت، فبسيبها وبروح تاني يوم بلاقي الدكتور بيقول لي نفس الكومنت، يعني انت ليه عامل ده؟ ليه عامل كده؟ بديها رايي طبعا لو عندي كومنت او عندي اي حاجه على شغلها بروح اقول لها، بقول لها مثلا انا ما كنتش عاجبني ده حلو، بس طبعا يعني نادرا لما بيحصل حاجه ان انا اقول لها يعني هي ما لهاش حاجه مش حلوه، مش بقول ده عشان هي عمتي او كده، بس انا مشفتلهاش في حياتي حاجه وحشه. اكيد نفسي ان انا اخرج لها حاجه وده يبقى حاجه شرف ليا طبيعي ان هي نجمه كبيره زيها ان هي توافق ان انا لو مخرج اول مره مثلا ان هي تنزل معايا، فاكيد دي هتبقى حاجه كويسه ترفعني وترفع فيلمي وتبقى حاجه حلوه طبعا. الحمد لله بعرف افصل، يعني ببقى في الشغل بقى يا استاذه وبفصل خالص، اتفضلي يا استاذه احنا جاهزين يا استاذه يلا يا استاذه كده. بتبقى مبسوطه بيا طبعا، يعني ان هي شايفه ان انا كبرت وبقيت ان انا بشتغل في الكارير بتاعي وان انا قادر ان انا ابتدي ببني مستقبلي، فهي اكيد بتبقى مبسوطه لي. اقول لها ان انا بحبها قوي وربنا يخليها لينا. ناس امتى بتحسي انك بتخافي عليها فعلا؟ اليومين دول. اليومين دول اكتر حاجه، انما بحسها تعبانه بتضايق جدا جدا. الحاجة عفاف كانت دايما تقول كلمه كنت بسمعها بتقول ما يشيلش همك غير اللي من دمك. صح. هل الكلمه دي هي السر وراء انكم عيله مرتبطه جدا وهي خلتكم تحنوا على بعض وتخافوا على بعض جدا؟ انا تهيلي ده مش فعلتنا بس، انا مقتنعه الحقيقه قوي قوي بالجمله دي ان ما يشيلش همك الا اللي من دمك.
ان مش ممكن انت اكتر حد في الدنيا هتحبي بنتك، مهما كان عندها اصدقاء مهما كان عندها اقارب هي نفس الحكايه. يعني الام والاب والاخت والاخ دي حاجات يعني بنتولد كده بالفطره بيها، مهما كان في صداقات وفي علاقات انسانيه جميله بين البشر، بس مش ممكن هتبقى زي الاخوات مع بعض او زي العيله مع بعض. بس ايناس انت مش حاسه ان الاسر اتغيرت؟ شكل الاسره اتغير؟ اتغير اتغير، وانا بشوفه. يمكن الهام ما بتشوفوش كتير بس انا بشوفه. طب ايه الصعوبات اللي بتقابليها في تربيه مثلا الهام الصغيره؟ لا تخليها على نفسي بقى. صعوبات؟ لا في صعوبات. لا ده في كتير، ده في كتير. بقى عندهم شخصيه، بيعلموهم حتى في المدارس ان يبقى عندهم شخصيه مستقله. هم بياخدوا الشخصيه المستقله دي انها تتكلم مع ماما، يعني كان ماما زيها بالظبط، على نفس المستوى. بنفس المستوى وفي نفس السن. احنا ما كانش عندنا الكلام ده. دي من اهم الصعوبات، مش انا بس، انا وكل مامات اصحابها بيقولوا لي نفس الكلام. طب وبتتعاملي ازاي بقى في الموقف ده بالظبط؟ لا انا ام حاسمه جدا، ابان كده طيبه بس حاسمه جدا. الجيل ده يجي يقول ايه؟ ماما انا خارجه يوم الخميس مع اصحابي هنعمل كذا كذا. احنا ما كناش كده خالص. انا كنا بناخد اذن طبعا. هو انا ممكن اعمل كده ولا لا؟ او انت مثلا افرض انا خارجه مع ماما في حته، او يمكن مش خارجه بس هي مش عايزاني اخرج يعني. بس مش هو الخروج بس، ده هم في كل حاجه عموما. يعني شخصياتهم اتغيرت دلوقتي. الاطفال هم بياخدوا الديسيجن، هم انا هعمل كذا. احنا كنا اعمل ايه؟ اسال. طب هو ممكن مسموح لي يعني اعمل كذا او لا؟ يعني بتهيألي اختلفت في حاجات خالص. كمان كنت بعترض انا على ماما فيها لما خلفت، بعملها انا دلوقتي معلوم. زي ايه بقى؟ بعملها معلوم. يعني حاجات مش فاكراها دلوقتي بس حاجات عارفه بتبقى من تربيتك انت. انت اكيد هتطبعي بطباع مامتك، فبلاقي نفسي حاجات انا ممكن كنت معترضه فيها. مالها بتخاف عليا زياده عن اللزوم ليه؟ طب وايه يعني لو قعدت ساعه زياده عن صاحبتي؟ انا بعمل كده دلوقتي. تعمل كده معاكي فعلا؟ يس. طب ايه اكتر حاجه بتضايقك في ماما؟ ولا حاجه. طب ايه اكتر بتحبي، اكتر حاجه بتحبيها فيها؟ انها طيبه قوي. يا نور قلبي. انا قلبي. الهام انت كنت يعني مرتبطه وما زلت مرتبطه بوالدتك؟ وهي كانت الحقيقه شخصيه جميله جدا. انا كان يعني ليا الشرف اني عرفتها وعشرتها فتره كده من الزمن. انسانه كانت مليانه حنان، وده انعكس عليكم كلكم، وهي كان حنيتها مش بس عليكم انما على كل اللي بيبقى حواليكم. هل الارتباط الشديد احيانا بالام ده ممكن يلوه يعني جوانب سلبيه؟ طبعا جدا جدا. انا لغايه دلوقتي عارفه حاسه ان وسطي اتقطم، بيتي اتخرب. أنا لما بلاقي شوية كده في مكان فيه انبساط بزعل من نفسي جدا. أنا إزاي جيت المكان ده؟ هو أنا ممكن أنبسط تاني؟ هو أنا ممكن أضحك تاني؟ ممكن أمي ما تبقاش موجودة في الحياة وأنا ممكن أبقى سعيدة؟ فلا تتخيلي. برجع وأنب ضميري جدا. ويمكن أنا فرصة بقى أن أنا أقول الكلام ده لأن في ناس كتير وأصحاب كتير في مناسبات بيزعلوا مني. أنا مش قادرة أتوجد لأن جوايا طاقة سلبية وبحس إنها هتأثر في اللي حواليا. يعني جوايا حزن مش هينتهي. فلما بتوجد في مكان الناس كلها بتنبسط ساعات أبص وأسرح وأنعزل. عارفة حتى الصوت كأنه عارفة يعني ماشي الصوت بيروح وببتدي أبقى في عالم تاني وكأني بتفرج على الناس على شاشة. إيه ده؟ هو في ناس ممكن تبقى مبسوطة في الحياة؟ يعني أنا مش متخيلة إن الحياة بقى فيها انبساط. أنا مستغربة العالم. يعني حاسة بحالة يعني أنا قلبي اتخلع، قلبي اتخلع. أنا ارتباطي بماما مش ارتباط بنت بأمها. أنا شخص واحد، يعني اتنين ملتصقين ببعض إزاي ينفصلوا عن بعض؟ ما كانش ينفع. يعني مش حكاية كل الأمهات غاليين على بناتهم، بس أنا بالذات بقول لغاية يعني لغايه السن ده ولغايه ماما لما توفت انا ما اتفطمتش. يعني عايزه حضن ماما، عايزه صدر ماما، عايزه ماما طول الوقت. ما بعرفش اعمل حاجه في الحياه من غيرها. انتوا حتى ولا في بيتي ولا في حياتي ولا ده انا ساعات اكلم ايناس اقول لها ايناس انا مثلا لازم انزل كذا، البس ايه وانا عندي ايه في الدولاب؟ شوفي بقى للدرجه دي. انا كانت ماما تقول لي شوفي وانا كبيره كده مثلا مناسبه كذا، طب اقول لك طب انا هطلع لك الفستان مثلا الفلاني. شوفي حاجات بسيطه، هي حاجات بسيطه لكن بالنسبه لي هي كل حاجه، هي كل حاجه، هي بتعملي كل حاجه. انا لو قعدت في البيت
طول اليوم لو مش إناس عندي في البيت، أو لو مش أمير مثلاً مثلاً صحي وقال لي أنا ممكن أكل معاكي، ممكن أقعد اليوم كله ما أكلش خالص. يعني تيجي مثلاً بنت أحضر لك غداء، أحضر لك عشاء، طب أنت ما فطرتيش، ممكن أقعد 24 ساعة. أنا تعودت إن أنا ما بأكلش في البيت غير مع ماما، فلو أنا لوحدي في البيت ما بأكلش. يعني أنبسط قوي في الويك إند معهم لما يتوجدوا، اقول بقى الطباخين اطبخوا وهناكل، انا هاكل وابقى مبسوطه ان انا هصحى الصبح هفطر معاهم وهتغدى معاهم الحاجات اللي انا كنت بعملها مع ماما. فانا في كل حاجه مش عارفه اخد قرار في حاجه في حياتي، حتى في الامور البسيطه الامور اليوميه يعني ما بعرفش اخد قرار فيها، ما بعرفش حاجه عن نفسي ولا عن بيتي ولا عن حاجاتي. انا لا ادوش، بس تقولي ايه مثلا بيتك، عقد بيتك فين، انا ما اعرفش. يعني كل حاجتي ماما هي اللي بتشيل ده، وماما هي اللي بتعمل ده، ماما اللي صنعت الكيان ده كله ومحافظة عليه، وما بتشغلش بالي بأي ديتيلز أو تفاصيل. أنا عارفة أن أنا مشغولة طول الوقت بشغلي، فعايزة دماغي متفرغة ليه، و يعني كنت شايفة كل حاجة في الحياة سهلة في وجودها. يعني ما كانتش بتديني فرصة، والله لما كان يبقى قدامي كده كاس المية وبعدين تحس ان انا هعمل كده وهي قاعدة زيك، تقوم جري وتناولهولي، فقولي يا ماما عيب انا اللي عاملك كده ما ينفعش، فتقولي لا 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 انت بتتعبي، ايه يعني انت بتتعبي، انت بتتعبي بره البيت، فلازم ان انا ابقى جوه البيت ملكة. فعارفة في حنان لما بفكر أي أم. مش طبيعية صح؟ هي ماما اللي كانت طبيعية الله يرحمها. مش طبيعية، مش طبيعية. ما فيش أمهات بتعمل كده، ما فيش أمهات بتعمل كده، ما فيش أوفر قوي كتير قوي. يعني أنا كتير والله من صحباتي كانوا يقولوا لي مثلا إحنا هنعدي عليكي، طب لو أنتِ مش موجودة إحنا هنروح لفيفي ناخد حضن كده، ومامتهم موجودة ربنا يخليها لهم، بس يحسوا إن هي يا والله كانوا يقولوا كده ناخد منها جرعة حنان. أنا أصحابي، أنا 10 سنين عايشة في دبي، أصحابي في مصر كانوا بيعدوا على ماما. طب انت قدرتي ازاي تعيشي 10 سنين؟ لا ما هي كانت بتجيلي على طول، يعني ال 10 سنين دول ما يحسبوش 10 سنين ابدا، كانوا على طول بيجولي، وماما كانت على طول ما سابتنيش. ده انا كل شهر لما ولما كنت مخلفه وكانت قاعده معايا، لا ما سابتنيش ماما. بعدين بتتصل بيا في اليوم، اصحابي اللي عايشين في دبي المتجوزين مثلا من جميع الجنسيات يقولي لا انتوا عيله مريضه، ان انا امي 10 سنين بتتصل بيا في اليوم 3 مرات في اليوم، ما بتحصلش حد متجوز بقى له 10 سنين امه بتتصل بيه 3 مرات في اليوم وعايش في بلد تاني. فاحنا معلش احنا برضو عيله يعني، لا انا بعتبر ما يقصش عليها اي حاجه، وعودتنا على كده. يعني انا انت عارفه مثلا اول ما ابقى لسه سايباها ونازله اكلمها من العربيه، ماما انا في الطريق دلوقتي الدنيا زحمه، اقول لها اي حاجه المهم ايه اللي بيحصل بقى، انا وصلت دلوقتي الاستوديو عشان لو دخلت اصور ما عرفتش ارد عليكي، نيجي ساعه البريك ماما انا خدت البريك دلوقتي، تقولي ها هتاكلي ايه، كلتي عملتي، طب لما تخلصي اكل كلميني، اكلمها ماما انا هبتدي تصوير تاني. تبصي تلاقي في بيني وبينها في اليوم طول ما انا بره مثلا لو انا بصور في 7-8 تليفونات الديتيلز، لو مشهد صعب اكلمها قبل ماما انا داخله اعمل مشهد صعب مش عارفه هعمل فيه ايه، او انا عملت مشهد وتعبت فيه عيطت كتير، مشهد كابني المشهد بيقول كذا معناه كذا، في كل حاجه حد عايش معايا بالنفس، النفس بحكيه لها فاهمه. فانا اعتقد انه ده لا مفيش امهات كده، وما بقاش في اولاد كده، لان انا كمان بشوف امهات دلوقتي لو حاولوا يطمنوا على اولادهم بيزهقوا الولاد ويعتبروا ان ده تدخل خنقه بقى، دي هتخنقني بقى، يا تقعد هو انا هقول لها كل حاجه انا هعملها، هو انا كل ما اركب العربيه ولا اخرج ولا انا بسمع ده، انت ما تسمعيش ده، انا ما بتحتكيش غير في خلال شغلك يعني، بس انا بحتك بناس عاديه كتير. انا بتصور اللي بيقول كده يبقى خسران كتير، خسران. لان اللي يلاقي ده في الحياه لاقي حد يخاف عليه الخوف ده كله ويهتم بيه، يحبه اكتر من نفسه واكتر من الدنيا كلها، ما بقوش ياخده ده ان هو اهتمام، حد يلاقي يعني انا بشوف ده جيل ما بقوش ياخده ده اهتمام. طب هل تعملي كده مع ايناس وامير؟ بعمل 3 مرات في اليوم لازم اكلمها اول ما تصحى 12 13 ممنوع تتحرك من البيت الا لما تقول لي انا خارجه انا عايشه في بيت تاني وهي راجعه تكلمني تقول لي انا رجعت،
والولاد اول ما رجعوا المدرسه لازم تكلمي تقولي ولادكم المدرسه الموبايل ممنوع الموبايل لو راح منه الشغل بس انا لقيت نفسي تلقائيا بعمل ده فعلا مع اخواتي يعني اتكلم وامير لو بره مثلا ما اعرفش انام انت فين طب فاضل لك قد ايه طب لما أيوة. تيجي صحيني قول لي نجيت ده من يعني زمان ولا بعد ولا دلوقتي لو شفتي التون اتغير ازاي انت فين بس اكيد ده ما كانش تون الوالده يعني الوالده كانت ماما ما كانتش بتزعق لا ماما اكتر حنيه طبعا مني بكتير قوي مفيش حد زي يعني ما حدش فينا عارف ياخد حنيه ماما ماما طيبه مش صارمه الهام صارمه بس ما كانش في عقاب خالص مع ماما ما كانش في عقاب عقابها لا تزعل منك لا ما بتعقبش لا تزعل منك يعني تقول لك هزعل منك كلمه هزعل منك دي اكبر عقاب اه طبعا ده اكبر عقاب انا هقطع كلامكم وهنطلع نتفرج على تقرير ونرجع تاني الهام انا ما بعتبرهاش صاحبه الهام انا بعتبرها اخت ويعني احنا عيله واحده فيعني دايما بيقولوا لي انت صاحبه الهام فعايزينك تقولي كلمه عن الهام فانا يعني احنا طول عمرنا متربيين في البيت انا والهام واحلام وايناس فاحنا اربع اخوات ما فيش حاجه اسمها صداقه وما فيش حاجه اسمها في يعني صله دم بيننا ويمكن الهام ليها موقف مش ممكن هنساه لها في حياتي كلها كانت احلام اختي تعبانه في المستشفى وطلبوا كان لازم نقل دم فوري فهي كانت كل يوم بتيجي تتبرع بدمها لاحلام وتديها دمها فيعني دم الهام جوه دم اختي احلام الله يرحمها فيعني أي كلام هقوله عن إلهام هي عايزة 20 حلقة مش حلقة من وهي صغيرة هي إيه الكبيرة يعني دايماً هي الماما يعني حتى كان أمير وهو صغير كان دايماً يقول لها ماما ميمي ده دلع إلهام وكان ناس كتير جداً فاكرينه إن ابنها يعني يقعدوا يقولوا لا 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 أمير ده ابن إلهام من كتر ما هو ما هي كانت بتعامله على إنها ماما مش أخت وكانت دايما الهام هي المسؤوله عن البيت يعني كانت مامتها سايبه لها حريه ان هي اللي تتحكم وتسيطر والهام شخصيتها قويه جدا يعني كانت مجننه اخواتها بصراحه ولغايه دلوقتي مجنناهم وامير وايناس بالذات يعني دايما في مشاجرات مع الهام يعني الهام كانت مرتبطه جدا جدا بفيفي مامتها يعني محدش مننا كان متخيل ان مامة الهام لما تتوفى ان الهام هتعيش يعني كنا دايما نقول ان الهام لو حصل ده ممكن حياتها تنتهي ولكن انا بقول ان ربنا جاب لها لولو الصغيرة عشان يعني تعوضها شوية طبعا مش ممكن حد هياخد مكان فيه في حياة الهام ولكن لولو عوضتها جزء وهي كل حياتها دلوقتي يعني هي زي ما بيقولوا شريان الحياة بالنسبة لإلهام هي أمل يمكن كانت واحدة مننا يعني أمل بنت مدام زهرة العلا أستاذ حسن الصيفي دي مامة ولاد أيمن ودي طبعا كانت أول مرات أخ بتدخل البيت لأن أمير ما اتجوز فكانت أمل متربية في وسطنا يعني طبعا وكانت ماما زهرة دي مامتنا كلنا وكنا على طول عندهم في البيت لأن هم كانوا جيران إلهام في مصر الجديدة كانت فيلة ماما زهرة ورا بيت إلهام فكنا كلنا طول الوقت قاعدين عند ماما زهرة ومتجمعين ومنال وأمل فكانت دايما أمل بنحس إنها واحدة مننا وكانت دايما إلهام في صفها والهام بتحب دايما تنصر المرأة على الرجل فكان لما أيمن يعمل حاجة كانت إلهام تقف مع أمل ماما لما تبقى زعلانة مني مش معناها تهمني يعني ممكن تبقى مكشرة حزينة مني إن أنا مثلا ما سمعتش كلامها في حاجة غلطت ما ردتش عليها كويس أي حاجة من قلة الأدب بتوع البنات دي يعني لكن تعملي كل حاجتي يعني أجي من برة عايزة تأكلني بنفسي أو على فكرة ما كانتش توافق إن حد يقدم لي الأكل لو في 10 بيشتغلوا في البيت هي لازم تحطي لي الأكل بإيدها هي لازم تطبخ لي بإيدها يعني كل حاجة لازم تعملها لي حتى لو إحنا يعني لو هي زعلانة مني ده ملوش دخل إنها تخاف عليا وكل حياتي تظبطها لي لا
لكن ممكن تبقى مكشره. طب الهام بصراحه يعني في يعني في سن معين كلنا بيجينا لحظه كده حتى لو كانت الام رائعه وحنينه بنصور على ده ويبقى عايزين نثبت نفسنا عايزين نستقل، حتى بعد كده بنكتشف ان ده خطا، لكن بيجي لنا اللحظه دي ما جاتلكيش اللحظه دي؟ انا يمكن ليه حصل لي ده، لان انا يعني كام واربعين سنه ما خرجتش من حضن ماما من بيتها، غير برضو لما بنت من وهي صغيره اتجوزت وخرجت وعاشت بره البيت. انا اتجوزت فتره صغيره جدا، والفترة الصغيرة جدا كنت بنزل من البيت، طبعا كنت في بيت تاني، انزل اروح لماما كل يوم كل يوم، يعني كل فترة الجواز مفيش يوم عدى أنا ما رحتش فيه لماما، كأنه يعني حتى هدومي وحياتي وحاجتي كان في بيت ماما مش في بيت جوزي، وكأن البيت ده ترانزيت، يعني البيت بتاع الجواز ده بيت ترانزيت، حاسة أن أنا داخلاه وهخرج منه تاني، لكن أنا بيتي بيت أمي وحاجتي في المكان اللي فيه أمي والله. فكل يوم يعني هو ينزل على الشغل أنا أنزل على أروح على ماما أقعد معها اليوم كله وأتغدى معها، ولقيت مثلا خلص شغله بالليل ممكن أعدي أخده مثلا من مكتبه بالليل ونروح على البيت، لكن حياتي كلها مع ماما في بيت ماما، فما انفصلتش عنها. يعني مش زي البنات اللي جوزوا من سن صغيرة وانفصلوا وعاشوا بيت تاني واتلخموا بقى بخلفة وأولاد وبقى ليهم هم حياة وبيت تاني، أنا بيتي فضل هو بيت ماما وحياتي وكياني مع ماما. فيمكن عشان كده أنا حاسة أن ارتباطنا مش طبيعي مش عادي، ان انا معتمد عليها وان احنا كل حاجه منظمينها مع بعض. طب الارتباط ده ما خلاش برضو ان ما تنجحيش في الجواز، لان ما فيش راجل بيقبل ان العلاقه تبقى علاقه كده كانه يعني مش قادر يفصلك عن يعني او الحبل السري ده ما يتقطعش. شوفي انا مش ممكن هنجح في الجواز مع راجل، لان الراجل اناني جدا واللي انا بتعمله لي امي فعلا يبوظني. يعني انا هفتكر ان انا لما اتنقل بيت تاني او جواز او حد تاني يبقى مسؤول عني غير امي انه يعمل لي نفس الحاجات، فانا مش ممكن هلاقي. فانت عندك حق في ده طبعا. لا بس انا امي كمان مش من الامهات اللي تتدخل في حياه بناتها وازواجهم يعني، ولا اطيب من كده في الدنيا. لا هي مشكلها اني تايم كانت تقول لك طب ويعني مش مشكله يتغير يعني كمان، فما فيش راجل اعتقد هيلاقي حما اساسا. هي المشكله مش في مش فيها المشكله المشكله تبقى فيا انا، ما اعتقدش ان الراجل انه مين اللي هيقدر يستوعبني كده ويدلعني كده ويهتم بيا كده. لا انا عشت مع امي كل الحياه طفله، يعني فضلت بتعاملني كبيبي لغايه يوم وفاتها. بس انتوا كمان اتولدتوا في نفس اليوم نفس البرج، فشخصيتكم قريبه من بعض جدا يعني. ودي برضه غريبه جدا، احنا الاثنين 3 يناير نفس اليوم، نفس اليوم 3 يناير يوم اول يوم عيد ميلاد ليها وهي متجوزه. ماما اتجوزت في فبراير وخلفتني في يناير، فاول عيد ميلاد ليها وهي متجوزه بالليل الساعه 9 بالليل سيادتي شرفت. دي كانت احلى هديه اكيد يعني. انا وماما عيد ميلادنا في يوم واحد كل الحياه. لا درجه من الارتباط عجيبه، احنا لون البشره بالملي، تركيبه الجسم انا حاسه حتى لما بزيد شويه ببقى ماما بالظبط. لما بقعد انا ساعات بلبس الهدوم بتاعتها في البيت، بلبس عندها كده قمصان نوم جلاليب كده بتاعه بيت انا بقعد بيها دلوقتي، بلبس لبس ماما، ولما اجي اصلي واروح حتى الطرحه بتاعتها الاقي ماما بالملي. يعني لما اقعد قدام المرايه العمر بيغلط في العمر بيغلط يعني كان يغلط فينا، لان انا احنا بينا سن صغير وهي صغيره، هي كمان صغيره جدا. كانوا يشوفوا ماما يجري وراها لان هي الهام. ماما اتجوزت 16 سنه وجابتني 17 سنه، فكانت دايما تقول لي انت بنت عمري كله، مش فاكره حاجه قبلك. عاشت قبلي 16 سنه، كانت طفله يعني وانا بيني وبين امير 16 سنه، يعني تخيلي انا بيني وبين ماما 17 وبيني وبين امير 16. طب هل انت عند مشاعرك زي اللي ناحيه امير زي مشاعر مامتك ناحيتك ولا شيء مختلف؟ لا مفيش حد زي ماما، ولا انا عمري اجي واحد على مليون بس اقول انت حنينه انت اخت كويسه، لا انا بقول ولا اجي واحد على مليون من ماما. لا انا بعرف اقسى امتى، يعني مش صبوره، ماما صبوره قوي، انا مش عارفه كان عندها كل الصبر ده ازاي. انا باستنفذ يعني افضل اوجه، وبعدين انا لما اجي اوجه بتعنيف عنف بشكل مباشر. ماما ما تعنفش لا ما تعنفش، يعني تقول لك ان ده غلط ولا استحي كذا او مره واثنين وثلاثه، بس تقولها بطريقه فيها حنيه فيها صبر فيها طوله بال. انا لا انا اقولها بعنفوان، يعني ان هاخد موقف هبطل اقول لك ان ده غلط وهيجي على دماغك فانا
في طريقه توجيه عنيفه، لا مش زيها. بخاف عليه وبحس ان امير، ما هو الفرق اللي بين ماما وبيني تقريبا زي اللي بيني وبين امير، وبحس فعلا انه ابني، لكن انا عنيفه معاه. طب ومع لولو الصغيره انت عنيفه؟ بصي، الوحيده في الدنيا اللي انا طيبه معاها ولا يمكن ازعلها مهما عملت فيا لولو. انا عندي نقطه ضعف. يا بختك يا لولو. بجد يا بختك يا لولو. انا بحب البنات. حتى ايناس هي بتغير. حتى ايناس انا بتقولي الو، ما بتقوليش ازيك. الو لولو جات من المدرسه اديها لي. يا حبيبتي ازيك؟ وتبقى مسافره مثلا، طب قولي لي هاي. طب قولي في حاجه اسمها هاي يعني. وبعدين تاخد لولو وتاخد لولو التليفون وتدخل جوه، طب قالت لك يا حاجات كمان الصغيره كمان يعني الاثنين. ايه بقى الاسرار اللي بينك وبين الهام؟ ما ينفعش اقولهم. اوه قولي حاجه. لا معقول هتقولي حاجه؟ تروح. طب قولي لي إلهام، انت يعني لما جيتي تخشي معهد السينما كنت عايزه تبقي مخرجه؟ اه. عشان انت شخصيه مسيطره كده ولا؟ عشان بحب الفن بشكل عام. وبعدين انا اول ما حبيت الفن حبيت المسرح، حبيته من خلال المدرسه. يعني وقفتي على المسرح بحس ان انا يعني ليا وجهه نظر فيها، فكان نفسي ابقى مخرجه مسرح. دخلتي فنون مسرحيه؟ انا بعالم المسرح. وكان نفسي ابقى مخرجه مسرح لكن مش ممثله، يعني معتبره الممثله دي عايزه نوع من الجراه انا لا امتلكها. فلما قدمت، انا قدمت في معهد فنون مسرحيه وكنت مقدمه يعني كاتبه في الابلكيشن قسم اخراج، فقالوا لي لا ده ما فيش اخراج، ده هو قسم واحد الاخراج والتمثيل نفس القسم. فبالصدفه البحته، يعني انا مش قصده ان انا ادخل ادرس التمثيل خالص. طب والاخراج ده لسه حل موجود؟ يعني في نجوم كتير زي ميل جيبسون او جودي فاستر بقوا نجوم معروفين جدا، وبعد كده اتجهوا للاخراج. بيراودني من فتره لاخرى ودايما مؤجل، حاسه انه حلمه مؤجل، لان انا عايزه لما اخرج دلوقتي بقيت افكر لا مش عايزه اخرج مسرح، انا نفسي اخرج سينما. ولما اخرج انا مش همثل، يعني عايزه ابقى متفرغه لعمليه الاخراج. بس حاسه ان ده شيء يعني هيحصل، يعني كل شيء يمكن أأجله لأني بنشغل، التمثيل واخدني قوي، بخرج من عمل بخش في عمل، يعني فكل سنة أقول إيه أنا أول مهدة أحس إن أنا السنة دي ما فيش حاجة ملائمة ليا خالص مش عاجباني، لا هفكر إن أنا أخرج. لكن دخلتي مجال أنا حباها جدا. ودخلت مجال الإنتاج طبعا. مجال الإنتاج بيعلم الواحد حاجات كتير، لأنه أنا وأنا ممثلة ببقى مسؤولة بس عن نفسي كممثلة، الإنتاج بيعلمني المسؤولية تجاه كل شيء في العمل، يعني عايزة أوفر للعمل كل الإمكانيات في كل الديتيلز الكبيرة والصغيرة، في الإخراج، في الممثلين، في الديكور، في التصوير، في الإكسسوار، في أماكن التصوير، في أي حاجة، في التكنولوجي، في كل ما هو كل الديتيلز. فده كمان لما دخلت فيه قوي خلاني أحب الإخراج أكتر، لأن المخرج بيبقى جوه الحاجات دي برضو أكتر من الممثل. إلهام، احنا معانا تقرير مفاجأة ليكي، هنطلع نتفرج عليه ونرجع لكم تاني. هي مش مامتي بس في الأفلام، هي مامتي في الحقيقة، وهي يعني دي تعتبر أكتر كواليس دخلتها في حياتي، وأكتر حد كان بيديني معلومات وكان بيديني أداء، هي كانت بتقعد تحفظني على طول وكانت بتقعد معايا على طول، وأنا بحب الكواليس بتاعتها، يعني انا بحب اشتغل معاها اصلا. وفي يوم يعني في وقعتين عمري ما انساهم في حياتي، واحده منهم كانت في قلب امراه، كنا استاذ مجدي ابو عميره المخرج كان بيقول لها احنا كنا المفروض هنعمل شوت وهنعمل كات تمام، وبعد كده هتتغير الكاميرا وهتتحط في حته ثانيه، يعني اسمه ستوب شرعي. وبعد كده هي ايه يعني انا المفروض جملتي هي تبقى اخر حاجه، راحت هي لطشاني بالقلم. كان هزار استاذ مجدي ابو عميره، فراح قايل لها ايه؟ قايل لها لا هو اللي صح حضرتك اللي غلط، انا عمري ما انسى الواقعه دي. كفنانه هي هناك ما عندهاش ابن اخويا او ابني او كده، هي اه بتخاف عليا لو حد عمل لي اي حاجه بتاكله، لكن غير كده لا، شغلك هتمشي فيه انا ماليش دعوه بيك، انت اللي هتعمل كل حاجه. يعني اخر حاجه عملتها معاها كان قلب امراه، كانت يعني كنت انا طول عمري كنت بقعد معاها في نفس الاوضه بتاعتها، لا ده قلب امراه كان اخر حاجه، اوضه لوحدي، حفظ لوحدي، اعمل كل حاجه لوحدي، كانش ليها دعوه بيا، كانت تقول لي خد بالك على شغلك كل حاجه، يعني كانت بتديني ان انا لما اكبر اعرف اعمل كل حاجه من غيرها، ان زمان هي اللي كانت بتحفظني كانت بتعمل كل حاجه هي.
اعتقدش ان انا كنت انفع ام بصراحه. مين قال كل الابوه دي رايح عكس كده طبعا. والله مين قال كده؟ ما ينفعش. انا حاسه كده على فكره. لا ما تقوليش على نفسك ما ينفعش ام، انت بتعملي ايه مع اولادي يعني؟ لا لا اوكي مشغوله ام، مشغوله هتبقي عن ولادك اوكي، مش هتعرفي توفقي بين، حاسه ان كان لازم اتفرغ لهم، ان هي بتخاف زياده عن اللزوم وبتحب شغلها كمان زياده عن اللزوم. فاللي في وضع الهام فعلا لو كانت خلفت كانت هتبقى بين نارين يعني. انا اعتقد انها كانت هتقعد جنب البيبي وتقعد تعيط جنبه وتسيب الشغل، تسيب الشغل لا انا ما كانش ينفع الاثنين بصراحه. ده فور شور كانت هتعمل كده. طب إنس أنا شايفة إن أخيرا قررتي إنك تتجهي لمجال السينما برضو. لا لأنك أنت بقيتي ستايلس. لا مش هتمثلي وإن كنت تنفعي طبعا أكيد، لكن لكن أنت بتشتغلي كستايلس. إيه القرار ليه خدتي؟ أنا عارفة إن أنت طبعا ليكي تاريخ طويل في المجال ده، لكن سبتيه لفترة ورجعتيه دلوقتي. أنا دايما بعمل إلهام، وكنت بعمل في المجله قبل كده فوتو سيشنز وتصوير، لكن مع الهام كنت دايما بعمل لها انا، لكن عشان جوازي وسفري وقعدتي بعيد كنت قللت شويه. بس بما اني رجعت مصر وقعدت في مصر فقررت بقى اعملها، واعملها بقى على ارض الواقع زي ما بيقول، انزل معاها فعلا. وده فرصه ان انتوا تبقوا اقرب لبعض كمان يعني، تبقوا موجودين متواجدين مع بعض. انت تتخيلي شايله عني لود قد ايه؟ لا لان انا المساله دي فعلا يعني بتؤرقني، ان انا عايزه اقوم الصبح امسك المشاهد اللي انا هعملها النهارده اقعد اقراها، مش افتح الدولاب واقف ابص اقول مشاهد النهارده ده انا هلبس كذا وهعمل كذا وكل لبس ده الاكسسوري بتاعه ايه وهيتلبس مع ايه وتعمل ايه. ده بياخد من 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 تفكير الفنان على فكره كتير قوي يعني. الشكل الخارجي للشخصيه ده انا بعتبره 50% و50% الاداء يعني، عشان الشخصية فعلا تبقى ناجحة. ما يكون الفنان متعب قوي ما يسمعش كلام. أنا قولنا بقى قولنا شكلها مش مطيعة في الشغل. أبدا أبدا ما يسمعش كلام أبدا، ما يسمعش كلام. ذوقكم مختلف عن بعض مبدئيا. ذوقنا مختلف عن بعض. فبتعرفي تقنعيها ازاي بقى اللي أنتِ يعني؟ بقنعها؟ لا أنا ما بقنعش. هتلبسي ده هتلبسي ده، مش بنقعد نتخانق بقى في الشغل وفي الآخر تقول للمخرج بص هو ده المناسب للمشهد ده ولازم هي تعمل كده. يقول لي انا بعد كده بيجوا من وراها مدام ايناس تعالي اقفي معانا في الاوضه، تعالي اقفي جنبنا في الاوضه، اقول له مثلا اعمل شيون كذا، تدخل تقول له خلاص 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 انا عايزه اطلع، يلا يلا يا الشمس هتروح هتروح. فيجي يقول لي مدام ايناس هتبوظ لي الشغل، اقفي جنبي. اقف اقول لها مش طالعه الهام لما يخلص، لما يخلص الهام. فبيتحول فيا كله. انا مش صبوره يعني. الرسم بتاع الشكل الخارجي للشخصيه هو مهم جدا وعايز صبر فعلا، والواحد يتجرب وتشوف عشان مش كل شخصيه تطلع شبه الثانيه ويبقى مناسب صح يعني. فانا ساعات ايه ابقى مستعجله وخايفه على وقت العمل يعني، وزي ما بتقول الشمس هتنزل وانا لسه هقعد اغير تسريحه الشعر او اللبس، طب انا ممكن اكرر اللبس ده مفيش وقت، لسه هرجع الاوضه مثلا اغير. ايناس بقى تعمل كنترول عليا في ده، انا مبسوطه منها يعني، لان من غيرها يمكن اي ستايلست موجود مش واخد عليا بيخاف يعني. ما ايه رايك تغيري؟ يقول لا معلش انا مش قادره والمشهد والوقت والساعه كام، فيسكتوا الناس بقى. بس انا حتى لو مش معاك انت بس والله ما اعرفش اعمل حاجه نص نص، انا ما اعرفش اعمل حاجه نص نص. هنطلع فاصل ونرجع تاني. ساعات بالليل بتقولي لي يا لولو انا عايزه شوكولاته، روحي جيبي لي من ورا ماما. طب احنا دلوقتي هنتفرج على مجموعه صور وعايزاكم تعلقوا عليها. اوكي. ما دام بنتكلم عن اللي الناس بتقول عليها. هو مفيش حد هيعوض ماما، ولكن هي الهام اقرب حاجه ليا انها تعوضني عن ماما يعني. انا وانا صغير كنت بقول لها ماما ميمي. يعني انا كنت بقول لها ماما وانا صغير. انا بحب الراجل يبقى شخصيه ناضجه. في ستات ممكن تحب شاب اصغر منها مش مشكله، انا لا يمكن ما اقدرش. لو فعلا لولو قررت انها تمثل انا كمان هبقى خايفه.